بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان أحييكم بأجمل وأرق تحية مع هذه الانطلاقة الجميلة التي تعلن اندفاع الشوط الخامس الذي سار على بركة الله وتوفيق من مسافة 8 كيلومترات. هذا الشوط يحمل نخبة حقيقة من الذلل، الحول للمحليات المنطلقة في هذا المساء. المحليات يتواجدن بشعارات لأصحاب السمو الشيوخ، تعلن الانطلاقة وأنا بدوري أعلن عن المراكز الأولى. أبحر مع صاحبة المركز الأول في هذه اللحظات، الشاهينية تحتل المركز الأول. مشاهدين الكرام تتقدم بهذا التقدم الجميل وحقيقة منافسة على المركز الأول من واقع الشعار الأحمر. الشاهينية أعلن بأنها من تحتل المركز الأول، انضمت إليه شاهينية أخرى إضافة إلى اعتبار، إضافة إلى هملولة، لنؤكد بأن هذا الشوط طاحن، بأن هذا الشوط فيه معركة، شوط للقمم، شوط للعمالقة. البداية أعلن الآن أستطيع أن أعلق وأفرز من صاحبة المركز الأول، الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع المركز الأول، فيصل بن طالب بن شريم المركز الثاني، أيضا هنالك الشاهينية مع المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء بشعار هجن الرئاسة الذي يسطع في هذا المساء حقيقة بهذا التقدم وفي الهاتريك الذي سجلها الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي من خلال تقديم الأسماء القوية. انتقل إلى المركز الثالث، اعتبار مع المركز الثالث، اعتبار تنطلق مشاهدين الكرام، اعتبار بشعار هجن الرئاسة. سعيد بن دري الفلاحي الجري يقدم اعتبار. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، هملولة تحتل المركز الرابع مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل هيان عيسى بن سعيد الخيلي، متابعا في عملية التضمير مراقبا لهملولة مشاهدين الأعزاء. المركز الخامس بن صوغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل هيان حامد بن علي بن أحمد، متابع ومشاركا أيضا في هذا الشوط. دعنا على مسامعكم الخمس المراكز الأولى، أبحر مع الخمس المراكز الأخرى من السادس إلى العاشر. الشاهينية تتواجد مع المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الخطير، بدأ مشاهدين الكرام يشكل الخطر. أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز السابع، الضبي لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل هيان ناجم بن علي الغيلاني المركز التاسع، تاسعا تحتل هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان جمعة بن عتيق الرميتي، متابعا في التضمير. عاشرا في هذه اللحظات نشرة مشاهدين الأعزاء بشعار هجن الرئاسة سعيد بن شطيط الوهيبي مع هذا الشعار الذي ينتشر في أرجاء هذا الميدان ومن خلال انتشاره في هذا المساء خطف على الثلاث النقاط. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المراكز الأولى. الحوار الجميل، الحوار الجيد، الأمسية الجميلة مشاهدين الأعزاء. أتابع مقدمة الشوط، الله ما أجمل هذا الشعار، ما أجمل هذا الشعار عندما يتقدم، عندما ينطلق إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول. اعتبار تذهب لتنشر الأخبار مع مقدمة الشوط بشعار هجن الرئاسة وسعيد بن دري الفلاحي، ولكن غيرت
بن طغان مشاهدينا الاعزاء غيرت واحتلت المركز الاول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان حامد بن علي بن احمد. ودير بالك يا حامد، دير بالك يا حامد، المعركه المعركه الطاحنه، المعركه الطاحنه. المركز الثاني اعتبار، وكذلك الشاهنيه والشاهنيه الاخرى والاسماء اللي قادمه. الله يعين المشاركين والله يعين المضمرين، ما زالت مع المركز الاول. ما زلنا مشاهدينا الكرام مع مقدمة الشوط، مع اللي محتل المركز الاول بن طغان لسمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف ال نهيان حامد بن علي بن احمد يتابع في التضمير. المركز الثاني الشاهنيه، الشاهنيه مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسه تنطلق الشاهنيه. سعيد بن شطيط الوهيب المتابع، هذا الشاطر هذا الشاطر هذا الشامخ، هذا هو من يمتلك القوة العاشرة، 8 كيلومترات، وعلى رقبتها الرقم 8، على رقبتها الرقم 8، وتبي تنتصف مع هذا الرقم، تبي تاخذ النقطة الرابعة. بينما المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام اعتبار تذهب مع المركز الثالث، تنطلق مع المركز الثالث. وأحذر أحذر من اعتبار مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة مشاهدينا الكرام، وسعيد بن دري الفلاحي يقدم أيضا إحدى الدرر الجميلة، إحدى الدرر المتميزة في الهجن كعادته. عاد هو في الشعر الله وكيلك، الجري الجري يا من بزينه وحسنه ما له مضاهي، احدى كلماته الجميلة احدى ابياته الجميلة، ولكن اليوم يقدم لنا ايضا احدى الهجن المتميزة مع هذا الشعار. المركز الرابع الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فيصل بن طالب بن شريم، وايضا وصلت الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم احمد بن سلطان بن رشيد الخطير، شكل الخطر. المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء هملولة مع المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يتابع في عملية التضمير. المحترف جمعة بن عتيق الرميثي متابعا. المركز مشاهدينا الاعزاء المركز السادس الشاهنية أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر فيصل بن طالب بن شريب. المركز السابع هملولة مع المركز السابع لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد الخيالي، وحذاري من بو سعيد اللي قادم ويقدم لنا مشاهدينا الأعزاء هملولة. المركز الثامن الضبي لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني، اللي تحتل المركز التاسع نشرة، نشرة ما زالت مع المركز التاسع بشعار هجن الرئاسة مشاهدينا الأعزاء. الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي هو المتابع باخذ المركز العاشر، بناخذ المركز العاشر. الشاهنية مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب أحمد بن سلطان بن رشيد يقدم الشاهنية. هذه هي النشرة مشاهدينا الأعزاء في ظل مشاركة نشرة، في ظل تواجد نشرة في هذا الشوط. أعود إلى المراكز الأولى، بن طغان ما زالت محتفظة بهذا المركز، ما زالت متمسكة بهذا المركز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان حامد بن علي بن أحمد. ودير بالك يا حامد، وركز يا حامد يا حامد، خلك في الفورمة، خلك في الفورمة، وخل عينك على الناموس، عين على الناموس وعين على المراكز الأخرى، لأن المركز الثاني اعتبار، اعتبار مشاهدينا الأعزاء تنطلق في شوط الكبار، في شوط الكبار حقيقة. تتواجد اعتبار بشعار هجن الرياس سعيد بن دري الفلاحي متابعا متابعا ومراقب. المركز الثالث الشاهنية تحتل المركز الثالث
بشعار هجن الرئاسة، ويتواجد الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي مع المركز الثالث الشاطر بشطارته، المركز الرابع هملوله لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميتي المحترف أيضا ماخذ الحذر ومركز في هذا الشوط، المركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، الخطير أيضا يتابع، المركز السادس الأمور ما زالت وصل في هذه اللحظات عيسى بن سعيد الخيالي مع شعار هجن الرئاسة ويقدم هملولة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان. نعم وصل بن شطيط مع شعار هجن الرئاسة مع نشرة ليقدم لنا النشرة في هذا المساء، وأيضا الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع فيصل بن طالب بن شريم، والظبي لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان مع ناجم بن علي الغيلاني. الأمور في خطر، الأمور في خطر. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، بن صوغان ما زالت محافظة، ما زالت محافظة على المركز الأول. اقتربنا إلى لافتة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الحساس مع المركز الأول بن صوغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان حامد بن علي بن أحمد. يلا يا أبو علي، يا أبو علي، الناموس بالانتظار، الناموس بالانتظار، والخطر من اعتبار مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة مشاهدين الأعزاء سعيد بن دري الفلاحي. المركز الثالث اللي قادمه هملوله لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعه بن عتيق الرميتي. المحترف يقترب ونشره واصله نشره في هذه اللحظات بلونها الاحمر مشاهدين الاعزاء. انتشرت نشره بشعار هجن الرئاسه. يتواجد سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير احمد بن سلطان بن رشيد. ولكن الامور الله، يا سلام، ذهبت هملولة مع المركز الاول، غيرت واحتلت المركز الاول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميتي. الله يا المحترف، الامتار الاخيرة، امتار الاحتراف، نشرة مع المركز الثاني، الشاطر خطير للغاية، للامتار الاخيرة، ما في سلام الا بعد خط النهاية من هذا الشاطر. اعود الى هملولة مع المركز الاول، تهانينا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وللمحترف أبو خليفة جمعة بن عتيق الرميت المركز الثاني. الشاهنية لهجن الرئاسة مع سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء بن صوغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان مع حامد بن علي بن أحمد. المركز الرابع الظبي لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان مع ناجم بن علي الغيلاني. المركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع فيصل بن طالب بن شريم. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى النهائية، 13 دقيقة 23 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وللمحترف جمعة بن عتيق الرميتي. 13 دقيقة 23 ثانية، 9 أجزاء من الثانية وصلت الشاهينية مع هجن الرئاسة مع الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. 13 دقيقة 24 ثانية، 4 أجزاء من الثانية وصلت مع المركز الثالث مشاهدين الأعزاء بن صغان. المركز الثالث بن صغان.